يحج بيت الله فليتق الله عز وجل. يا مبارك يا كريم، أنت في هذا العام في الأصحاء، العام القادم قد تكون غير صحيح. هذه السنة أنت من القادرين، العام القادم قد تكون من العاجزين، هذه السنة من الأغنياء، السنة القادمة قد تكون من الفقراء، بل هذه السنة أنت من الأحياء، السنة القادمة قد تكون من الأموات. لذلك لما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن رجل يستطيع الحج ولم يحج، قال: أتى ذنبا عظيما ومعصية كبيرة. ولما سئل الشيخ بن عثيمين قالوا: رجل توفي ولم يحج مع أنه كان يستطيع الحج، أفنحج عنه؟ قال: لو حج عنه ألف مرة ما برئت ذمته، ما برئت ذمته، نعوذ بالله. بل تأمل معي الله لما فرض الحج سورة آل عمران، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطعت يجب عليك فورا. القرب من الله تخرج فترى في طريقك من كسرته المسكنة، كسرته المسكنة، كسره الفقر. امرأة يكاد يحدودب ظهرها، رضيعها خلف ظهرها، قد انحنت على مزبلة تبحث عن شيء لها ولرضيعها. أنت ماذا تريد؟ لا غاية، لا مطلب، لا شيء يراد أعظم من القرب من الله. حتى تقترب من الله اقترب من هذه، أعطها، أطعمها، صن يدها، صن وجهها عن هذه الحال، حتى يصون الله وجهك عن النار. لأن الناس مهما أعطوا من متاع الدنيا فإنهم يستوون في قبورهم نعم المسكن لمن أحسن. فالذي يموت على عمل صالح والله سيصبح قبره خير له من بيت عنده تبارك اسمه وجل ثناؤه. هؤلاء حملة العرش. ومنهم عليهم السلام من أوكل الله جل وعلا إليهم، وهذا ما يتعلق ببني آدم، كتابة أعمال العباد. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أن أي أحد يلفظ بلفظ فإنما يمليه على الملكين، والملكان يرفعانه إلى من؟ إلى الله. نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه، فكم رفع لنا مما لا نقبل أن لا نرضى أن يرفع إلى الله. لكن نسأل الله الذي ستر أن يغفر، إن ربي غفور رحيم.